صندوق تحيا مصر ابتدى ينظم نوع من القوافل اسمه قوافل الحماية الاجتماعية، وده ضمن أنشطة الصندوق الموجهة للأسر الأولى بالرعاية لتخفيف أعباء المعيشة عنهم. وبالفعل تم إطلاق واحدة من القوافل دي لرعاية 2000 أسرة بالجيزة. خلينا نعرف تفاصيل أكتر معانا على تليفون محمد مختار المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر. صباح الخير عليك، أهلا وسهلا بك. صباح الخير يا فندم. أستاذ محمد، ده لو اتكلمنا عن فكرة قوافل الحماية الاجتماعية، دي واحدة من أهم الأفكار اللي بتأكد على فكرة الحماية الاجتماعية، كلمنا عنها أكتر. الحقيقة يمكن المبادرات الخاصة بالحماية الاجتماعية يمكن هي أصل أصيل من كل المبادرات الخاصة بالعمل المجتمعي، بتتشكل فيما يتعلق بالمبادرات الخاصة بالدعم الاجتماعي، فيما يتعلق بتوفير الدعم الغذائي، بنتكلم أيضا على وضع حلول آنية لبعض المشكلات اللي بتؤرق المجتمع زي المشكلة الخاصة بالغريمات، المشكلة الخاصة بأطفال بلا مأوى، وغيرها من الموضوعات اللي تعرض ليها المجتمع المدني جنبا إلى جنب جهود الدولة. احنا بنسعى ان احنا نتشارك مع وزارة التضامن الاجتماعي في تنفيذ كل الأنشطة الخاصة بالحماية الاجتماعية. نقدر نعتمد على قواعد البيانات الخاصة بالوزارة، واللي بنقدر ان احنا كمان نساعد في عملية تحديثها من خلال الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات القاعدية اللي موجودة على الأرض في القرى والنجوع، وصولا ان احنا يكون عندنا قوافل مش مرتبطة بوقت، بالعكس بتكون قوافل طول العام تقدر ان هي تقدم الدعم للأسر المستحقة. أكيد فكرة إن مفيش قوافل موسمية أو عدم الاعتماد فقط على القوافل الموسمية وإنها تكون ممتدة طول الوقت، ده بيدي نوع من أنواع الأمان للساكنين في الأماكن اللي ما فيهاش وحدات يعني موجودة ثابتة أو بتبقى ما بيوصلهاش طول الوقت الرعاية. نقدر نقول إن محافظة الجيزة كان ليها نصيب يمكن امبارح وكان فيها بقى قافلة، لو تقول لنا أبرز التفاصيل اللي حصلت في قافلة الجيزة امبارح. احنا اشتغلنا في جنوب الجيزة على 2000 أسرة مستحقة من خلال توفير المواد الغذائية الجافة، بنتكلم على 22 طن، كمان بنوفر الخضروات في وصلنا ل 20 طن من الخضروات، كمان ان احنا بنتعاون مع شركائنا من منتجي منتجات الألبان، بنقدر ان احنا كمان نوفر مساهمات عينية، نقدر ان احنا نوفر معلبات، بنقدر نوفر عصاير علشان نقدر ان احنا نقدم زي تشكيلة متنوعة من الدعم الغذائي في القافلة الواحدة. الجيزة ما كانتش لوحدها، الحقيقة احنا اشتغلنا كمان في محافظة الأليوبية في جبين القناطر على 2000 أسرة، وكمان اشتغلنا في منطقة الإمام الشافعي، واشتغلنا كمان خلال الفترة اللي فاتت في عدد من المحافظات الخاصة بالمناطق النائية. احنا بنشتغل في مطروح وبنشتغل في تيدي بران، بإذن الله منتصف الأسبوع القادم هيكون في قافلة في وسط سيناء، وده الحقيقة من خلال الشراكات المتعددة لصندوق تحيا مصر مع كل الجهات التنفيذية في الدولة، بنقدر ان احنا نكون على أرض ثابتة فيما يتعلق بالتخطيط ممتد الأمد لمثل هذه القوافل. صحيح. طب يعني الأولوية في اختيار المحافظات بيأتي بناء على إيه؟ على أي أساس بتحدد أنك عايز تبدأ هنا ولا هنا ولا هنا؟ الحقيقة العناصر اللي بتحدد متعددة. لو احنا بنتكلم أن في أزمة فاحنا بنفعل محور مواجهة الكوارث والأزمات، وبالتالي بتكون المحافظة دي هي اللي بينصب عليها كل الاهتمام، لكن في الأيام العادية بيكون في القواعد البيانات الخاصة بوزارة التضامن الاجتماعي عدد المستحقين اللي نقدر نستهدفه في القافلة الواحدة، كمان كم مؤسسة مجتمع مدني بتشتغل في المكان ده أو في القرية دي، بحيث ان احنا ما ندبلرش الجهود، بالعكس احنا بنحاول ان احنا نتقاسم الادوار، وصولا ان احنا لما ننزل في محافظه بنكون بنكمل اللي سبقونا فيه، وكمان بنمهد الطريق للي جاي بعدينا. فكرة التنسيق اللي بتحصل بين القطاع الخاص وبين حضراتكم ده يمكن يعد نموذج لاستراتيجية الصندوق في دعم شراكته مع مؤسسات القطاع الخاص الداعمة للعمل الخيري، نقدر نقول انه استفدتم من قاعدة القطاع الخاص، قد يكون استفاد من قاعدة البيانات الكبيرة المتوفرة عند حضراتكم بالإضافة للاستفادة المتبادلة في إمكانات القطاع الخاص، وده اللي يمكن حصل في الفترة اللي فاتت.
الحقيقه كلام حضرتك مهم جدا في النقطه دي، لان اساس الشراكه مع صندوق تحي مصر فيما يتعلق بتوفير صوره كامله للمساهم او المتبرع فيما يتعلق بازاي نوجه الاموال دي او الموارد دي في اتجاه نقدر نفيد بيه اكبر عدد من الناس. عايز اقول لحضرتك ان في اماكن كتير بيكون المتبرع محدد ان هو حابب يشتغل في المكان ده، لكن احنا في الاجتماعات التحضيريه لاي قافله او لاي مشروع بنطلع الشركات الكبيره اللي بتساهم معانا ان احنا نفذنا هنا او في جهات اخرى نفذت بعض المشاريع في الجهه دي، ونعرض عليه بدايل ممكن تكون بتفيد الناس اكتر، وطبعا في النهايه هو بيكون صاحب القرار. لكن فيما يتعلق بالمساهمات بشكل عام احنا بنبقى حريصين جدا زي ما بقول لحضرتك ان احنا بنتقاسم الادوار، بنشوف اجهزه الدوله وصلت لحد فين وبنكمل، بنشوف باقي المؤسسات عشان ما يحصلش ان احنا نكثف في مكان على حساب مكان. صحيح. طب يعني بعيدا عن اجهزه الدوله، هل المبادرات الاخرى يعني زي مبادره كلنا جنبك الخاصه باحلال ماكينات الغسيل الكلوي، هل هي مستمره في عملها وفي دورها الطبي؟ مفيش شك، يعني زي ما اتكلمنا على الشراكه بين الصندوق والقطاع الخاص، فالشراكه بين الصندوق واجهزه الدوله باعتباره معاون ليها الحقيقه خلال الفتره اللي فاتت حققت يعني خطوات مهمه جدا خاصه في مجال الرعايه الصحيه. كلنا جنبك نموذج لده من خلال الشراكه مع وزاره الصحه والسكان. الحمد لله احنا لحد دلوقتي قدرنا ان احنا نعمل احلال وتجديد ل 3100 ماكينه غسيل كلوي واكثر من 2000 سرير لمريض الغسيل الكلوي. بنتكلم في 203 مستشفى تم الشراكه بين الوزاره وبين الصندوق عشان نقدر ان احنا نرعى مريض الفشل الكلوي. بنفس الاطار تم تنفيذ مبادره يوم جديد بالشراكه مع وزاره التعليم العالي والمستشفيات الجامعيه للوقوف على احتياجاتها. في محضن مهم جدا موجود لصندوق تحيا مصر داخل مستشفى بوديش، وحضرتك عارف حجم استقبال هذا المستشفى للحالات الخاصه بالاطفال المبتسرين. دلوقتي بندرس مع وزاره التعليم العالي تحديث لقسم النساء والتوليد والاطفال المبتسرين في القصر العيني، وبالتالي بتتوالى المشروعات بحيث ان احنا نتكامل مع بعض خاصه في وقت زي اللي احنا عايشينه، ومحتاجين جدا ان احنا نكون بنستخدم الموارد افضل استغلال. طيب استاذ محمد، ده واحد من اهم الحاجات اللي بقت تحصل مؤخرا التنسيق الشديد اللي موجود بين الاجهزه المختلفه والهيئات المختلفه كمان. احنا عارفين المبادره الاهم والرئيسيه حياه كريمه قد ايه فرقت في حياه قرى كثيره جدا. هل بيتم التنسيق في القوافل مع المبادره في القرى اللي تم الاستفاده منها في حياه كريمه، بحيث ان احنا نبقى سدينا العجز تماما اللي موجود في هذه القرى وهذه القرى تبقى قرى نموذجيه، ولا احنا بنشوف للمناطق الاقل حظا والاقل دعما في هذه المرحله بحيث انه يحصل نوع من انواع التوازن؟ التوجيه يعني للقوافل بيكون ازاي؟ يعني هفكر حضرتك في بدايه 2019 مع اعلان السيد الرئيس لمشروع حياه كريمه، يعني ما ورد من سيادته ان احنا في النهايه محتاجين ان احنا نوحد جهود العمل المجتمعي في هذا الاطار وصولا لاكبر استفاده للاسر المستحقه. وبالتالي في كل مرحله جديده من المشروع القومي حياه كريمه كان بيحصل عمليه تنسيق وبيحصل عمليه تقييم للمواقف بحيث ان فعلا المشروع القومي ده يقدر يفيد اكبر عدد من الاسر وكمان يغير جوده الحياه للافضل فيما يتعلق بالمناطق الاكثر احتياجا. ومصطلح الاكثر احتياجا يمكن تداول في خلال الفتره دي بشكل كبير جدا، بحيث ان هو كان الاولويه ان احنا نشوف القرى الاكثر احتياجا ثم بالتبعيه نقلل من الاولويه دي علشان نوصل للقرى اللي ممكن تكون افضل حاله من القرى السابقه. اكيد. كل الشكر ليك الاستاذ محمد مختار المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر.